مشاهدينا، الأتيكيت هو مجموعة تصرفات تؤدي إلى احترام النفس واحترام الآخرين. هو آداب وسلوك قديمة نشأت مع نشأة الحضارة. معانا اليوم الأستاذة وفاء الشطي الخبيرة في الأتيكيت، وحديثنا معها راح يكون عن الأتيكيت بصفة عامة، لكن راح يكون شهر رمضان وأتيكيت رمضان له حديث خاص. حياك الله معنا أستاذة. حياك الله، يا هلا ومرحبا، مسي عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى حضرتك. الله يمسي عليك بالنور يا رب. بداية، الأتيكيت هل هو عبارة عن آداب، أخلاق، مبادئ؟ الأتيكيت هو التصرف الراقي، هو السلوك الحسن. الأتيكيت هو لايف ستايل، هذا هو الأتيكيت بشكل عام. جميل. هل هو فقط يطبق في خلينا نقول المناسبات الرسمية، في الأماكن اللي مع مسؤولين، أم أن فعلا الإنسان الطبيعي أو العادي في كل تصرف ممكن يكون صاحب أتيكيت؟ والله شوفي، هو الأتيكيت في كل يعني جوانب حياتنا الصغيرة والكبيرة. نعم. يعني إذا احنا بنتكلم على المستوى العملي وعلى المستوى السياسي، هني احنا نقول ندخل على البروتوكول، اللي هي القواعد والقوانين. هل هو بعيد عن الأتيكيت؟ أنت دائما لما تسمع أتيكيت لازم وراها بروتوكول. بروتوكول. لازم الثنتين مرتبطين ببعض. بس هي الأتيكيت لا، في كل جوانب حياتنا، حتى وأنت تتعامل مع الطفل الصغير لازم يكون في عندك أتيكيت في المعاملة والحوار مع الطفل. هذه صعبة مع الطفل، هذه شلون أتيكيت مع الطفل؟ شلون يتعلم الطفل الأتيكيت؟ شقدر يعني بيكون هو عرفتي شغي وحركة و أي نعم، بقول أقعد حبيبي، يصير عاجل حبيبي. يعني هو يا إني أطقه يا إني بالعكس أنا أتعامل معه بلطف. الطفل هذا أنت عندك الصغير في مرحلة النشء والتربية، هو مثل السفنجة، مثل السيرفر أنت قاعد تتخزن فيه. فانت لما من البدايه تبتدي تتعامل معه بادب وبلطف وتعلمه فن الحوار، ومتى الصوت ممكن يصير عالي، ممكن متى الصوت يكون نازل، الاساسيات الصغيره، انه لما تاكل شيل صحنك، هذا نوع من الاتيكيت، نوع من الذوق. فانت من هنا قاعد تخزن فيه. فحتى الطفل هذا، ليش اقول لك احنا من شب على شيء شاب عليه. أكيد. فهو من البدايه من البيت اذا تعلم ان هناك فيه معاملة راقية، في تصرف راقي، شيء طبيعي راح يطلع للمجتمع يعكس بيئة البيت اللي هو تربى فيه. صحيح. أستاذة وفاء، أنا درست الأتيكيت، وهناك مدارس، هناك مدارس إنجليزية، هناك مدارس فرنسية وروسية ويابانية، ويختلفون نهائيا. صحيح. ترى يعني حتى بطريقة الأكل، حتى بالتعامل، حتى ترتيب الطاولة، نهائيا كل مدرسة لها طابع ولها أسلوب. خلينا نقول انت وين تشوفين نفسك، وين تميلين اكثر؟ والله انا اميل اكثر، شوفي يمكن احنا وايد نميل للبروتوكول والاتيكيت البريطاني. نعم. يعني يمكن احنا بحكم قربنا يمكن منهم، وبحكم العلاقات القديمه اللي معاهم، فصرنا احنا يعني نميل لهم اكثر. بس اذا انا ابي اشوف نفسي، انا اشوف نفسي في الاتيكيت الاسلامي، واللي هو منبع الاتيكيت. نعم. واساس الاتيكيت. جميل. نعم. احلى الامور امور الاتيكيت في الدين الاسلامي. وايد ناس يعتقدون ان الدين الاسلامي ما في اتيكيت، لكن بالقران مذكور اشياء، يعني اعتقد لو هذه المدارس العالميه قروها ممكن يتعلمون منها. ما هو الاقرب لقلبك؟ خليني اوضح لك شغله. الأتيكيت في السابق، إذا بنرجع للحضارات القديمة الفرعونية والفينيقية والرومانية وكل الحضارات هذه، نعم، الأتيكيت والبروتوكول كان مقتصر على الطبقة المعينة اللي هم كانوا الملوك والسلاطين. نعم. في هذا الوقت لما جاء الإسلام خلى الأتيكيت عام للكل، من الكلام، من التصرفات، ولا تمشي مرحا واغضض صوتك، ولا يغتب بعضكم متناول البعض. الجميع. صح. هذا صار في متناول الجميع. نعم. فمدرسة الإسلامية للأتيكيت هي الأشمل. بس يعني إذا بنتكلم عن الموائد، موائد هذه ترجع حق ثقافة مجتمع. هم شنو مجتمعهم؟ يعني هذه احنا ما نقدر احنا نقول والله انهم يختلفون انهم غلط او صح، لا، هي ثقافة مجتمع. الأقرب إلى قلبي مثل ما قلت لك هي الأتيكيت الإسلامي أكيد يعني. نعم. لكن تصير شنو مثل ما قلتي، في مشكلة معينة. أي نعم. يمكن تدخل في عدم الاحترام، مثلا الحين أنا رايح دولة أوروبية، بريطانيا مثلا. صحيح. هم لهم طريقة معينة في الأكل، في طريقة الشرب، في طريقة فإذا أنا ما احترمته فأعتقد بأن يعني أنا ما طب يعني ما هو أتيكيت كثر ما هو احترام. إذا فهمتين أن مثلا لا، أنا متعود بالكويت والله مثلا أكل بيدي مثلا طريقة معينة في الأكل، في القومة، في القعدة، فلازم أحترم وجودي في الدولة. صحيح. نفسها المفروض هو من الأتيكيت أن أنت تراعي ثقافة المجتمع اللي أنت زايده. نعم. يعني الحين لما حضرتك مثلا
تصير عندك انت حضرتك الحين معزوم خلينا نقول، زين البيئه اللي انت فيها كلهم ياكلون بايدهم، فمو منطقي ان انت تطلب شوكه وسكين علشان تاكل، او ان العكس صحيح، المفروض ان انا احترم ثقافه المكان اللي انا فيه. هذا يبين ايضا مدى سمو اخلاقي ومدى انا ثقافتي العاليه واحترامي حق المكان اللي انا رايح له. زين اكو موضوع انا دائما افكر فيه، احنا في يعني من تقاليد الدين الاسلامي نحن ناكل بايد اليمين، صحيح، لكن لما اروح مثلا في دوله اوروبيه اضطر امسك الشوكه بايدي اليسار، هل انا هني لازم اختار ان انا امسك الشوكه بايدي اليمين واقول هذه طريقتي، مع اني انا انت قلتي لما اروح عندهم لازم احترم ثقافتهم، ام اني انا امشي على طريقتهم؟ شيء بديني. اي شوف احنا متى ممكن نكسر قواعد الاتيكيت؟ لما في شيء يتعارض مع الدين ومع الصحه. جميل. اذا على موضوع الشوكه والسكين، ليش الشوكه باليسار والسكين باليمين؟ اليمين اقوى كعضله، نعم، حق القص اليمين اقوى، يعني تخيل لو ماسك السكين باليمين ترى يعني القوه مالتك راح تكون اقل، اليسار راح تكون اقل من اليمين. نعم. فعشان كذي احنا دائما يستخدمون هم دائما اليمين، بس احنا دائما شو نسوي؟ نفس الحركه وسويتش على طول، نغير الشوكة والسكين وناكل فيها. جميل. بس أي شيء يتعارض مع الدين ومع الصحة هني أقول الأتيكيت ستوب. نعم. جميل. كلام سليم جدا. تبين ندش الحين على أتيكيت رمضان مثل ما سميتي؟ ندخل على أتيكيت رمضان. نعم. إيش تقصدين فيه؟ والله شوف يعني يمكن إحنا الحين في الفترة الأخيرة، نعم، ومع كثرة السوشيال ميديا والتجار اللي يعني ما شاء الله صار السوشيال ميديا مليان بالتجار. مثل ما قلتي. أي نعم. فصار الحين موضوع رمضان ابتداء من القريش ليله العيد انت داش في موضوع تجاري بحت. احنا ما عندنا بعد نص شعبان ولا كان صار شيء ثاني؟ والله في 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 نافله، في ناس في نافله، في ناس في ترى ردت الحين وردت مع التجار. والله اذكر وانا صغير نص شعبان الحين بدات تختفي. لا والله الحين نشوفها ترى ردت، يعني يمكن على اخر سنتين بدات ترجع. شيء زين. لان التجار ابتدوا يسوون افكار جديده، نعم، علشان يسوقونها. فأنا لما قلت أتيكيت رمضان شفت أن الموضوع بدأ يدخل في الإسراف وفي التبذير أكثر ما هو شهر طاعة ورحمة وفضيل وبركة. يمكن إحنا تناسينا أشياء كثيرة اللي هي مهمة تكون وايد في رمضان واتجهنا ناحية يعني ينطرون لي رمضان عشان يصير الشو مثل ما قلت العرض. فإحنا هني قلنا أتيكيت رمضان. يعني أنا في مرة من المرات دخلت في مناقشة مع أحد الشخصيات أن الأتيكيت إسراف. الاتيكيت هو التصرف الراقي، هو حسن التصرف، هو التدبير. هذا هو الاتيكيت. لما انت تيجي تقول لي ان انا اول رمضان لازم ابدل كل اثاث بيتي ولازم ابدل كل مواعيني، وهذا عاد المواعين عندنا احنا الحريم. المواعين ممكن بس اثاث البيت عندنا لا، وحتى المواعين ماني فاهمه. اي انا ماني مقتنعه امانه، يعني لازم مع رمضان يكون في مع رمضان ومع العيد. العيد لازم مواعين جديده ورمضان لازم مواعين جديده. لا العيد كنابل جديده. فاحنا هني دخلنا في الاسراف، فقلت له لا الاتيكيت ان انت شلون تتصرف ويكون عندك حسن تصرف. فعشان كذي انا قلت اتيكيت رمضان، لان يعني اليوم انا كنت اتكلم مع احد الزميلات وهي متخصصه في التراث الكويتي، فلما قلت لها قريش كانت تقول لي قريش هو من القروش، ان احنا قريش ليله رمضان نجيب اللي باقي عندنا من الغداء او من شروكه ونقعد والهدف الاساسي ان احنا نبارك حق بعض بالشهر، نعم، ونجتمع. هذا الهدف الاساسي. الحين قريش صار حفله. اوه ولا ايش رايك؟ صار يبي له دراعه جديده ويبي له على قولتك تحجزين قاعه. اي يعني كنا استقبال. استقبال هو استقبال، مع انه ترى قريش مو المفروض انه يكون دراعه، لان احنا السل ما دخلنا في رمضان. نعم. يعني ممكن نحن وايضا عندك انت الغبقات، وما ادراك ما الغبقات. عدل يعني الغبقه الحين بوقتنا كله، توني متفطر بعدين غبقه بعدين سحور. ما يمديك، وخصوصا انت الحين في فتره عندك النهار طويل والليل قصير، فما يمدي يعني. فصار الحين يعني الشاغل حق حتى المضيف كربه بيت، الشاغل الاساسي عندها انها هي شلون تعرض. صار هم. هم شلون اعرض؟ هي جابتها لنفسها الصراحه. اختيارها يعني هي لما تبي تسوي قريعان بهذا البذخ أو قريش على مستوى رفاهية وعالي جدا، هي اختارت فعلا. لكن خلينا نتكلم احنا الحين، يمكن هذه نقطة واضحة أستاذة وفاء، هناك أيضا قواعد لحضور مثل هذه الأمور. أي نعم. خلينا نتكلم عنها شوي. شوفي إذا بنتكلم عن أتيكيت القريش خلينا نبتدي فيه. نعم. زين. مثل ما قلت لك القريش المفروض أن أنا أول شيء أني أروح بالموعد، هذا وايد مهم أن أنا أحترم مواعيد المخصصة مثلا.
نعم. هي هي اللي ندخل احنا في البروتوكول من الساعه الفلانيه الى الساعه الفلانيه. موضوع الاكل المفروض انه يكون في اتفاق مسبق مع المضيف نفسه، مع صاحبه نعم. البيت، انه والله انا بجيب الطبق الفلاني. الشغله اللي وايد مهمه بعد ان انا ما اروح وما اخذ معي صديقتي وهي مو معزومه. ما يصير، ما يصير. عيالي وانا عيالي مثلا ها يلا تجمعنا رحنا، لا المفروض ان انا احترم قواعد البيت اللي انا ابي اروح له وقوانينه وشنو اللي مسموح لي. يعني هذا الاتيكيت. وبعد في اشياء ثانيه يعني كثيره اذا بنتطرق لها، اهمها ان انا لما اروح قريش صاحبه البيت تكون بالمطبخ ما تطفل عليها وتدخل المطبخ. نعم. يمكن انا من باب المساعده بس المفروض ان انا هذا ما اسوي. يعني هذا مخالف جدا للاتيكيت. الا اذا هي طلبت مثلا. الا اذا هي طلبت المساعده. احسنت. نعم. نرجع الحين مثلا حق عزيمه الفطور. الفطور. حياكم ببيتنا الفطور. الفطور عاد هذه وايد مهمه. نشوف انه اذن والناس ابتدت تصلي وللحين ما الضيوف ما وصلوا. نعم. متى الوقت المناسب لحضور؟ يعني قبل الاذان بايش كثر؟ يعني احنا نتكلم على مينيمم ربع ساعه. من ربع ساعة لنص ساعة بس هذا الوقت. نعم. لا نكون احنا قبلها بساعة واكثر، لان تدرين تكون ربة المنزل هي مشغولة قاعدة تجهز، تبي تستعد هي، تبي تجهز بيتها، فالمفروض ان انا يعني ما بين الربع ساعة والنص ساعة جدا مناسب. قبل الاذان. نعم. قبل الاذان. قبل الاذان. مو الحين احنا صار ان احنا عقب الاذان يوصلون. انا على الدرب. وبعد موضوع جديد، مو جديد يعني، مهم جدا اللي هو سالفة القرقيعان. اي وما ادراك ما القرقيعان. القرقيعان الحين مثلا انا معزوم على قرقيعان، هي تروح تاخذ معاها قرقيعان بتوزع. صحيح. الحين مثل ما تفضل قلت معزوم على قرقيعان. اي هو شنو القرقيعان؟ ان الاطفال كان يطلعون بالفريج هذا هو ويفترون على البيوت وياخذون الحلاوة. هذا كان القرقيعان، والهدف الاساسي ان عيال الفريج يتعرفون على بعض، تصير عندهم جرأه انه يطلعون يلعبون يعني، والناس يستانسون فيهم. هذه اجتماعيه. صحيح. اجتماعيه بالضبط. احنا الحين صار عندنا حفله قرقيعان. حفله؟ انا ماني ضد الحفله. بالعكس احنا نقول فرصه ان احنا نلتقي، ويمكن احنا كنساء هذا متنفس لنا بحكم عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعيه وكذي، فرصه ان انا اجتمع واتزين والبس وكذي، بس ايضا بالمعقول. يعني انا قاعد اسمع ان صار القرقيعان يجي من دول اوروبيه. قام ينطلب طلبيات من برا. نروح لهم نقرقع عندهم. نروح نقرقع عندهم. نروح مدريد نكمل. شكلك مسويها. لا ابدا. فهذه الامور احنا ليش ما نحافظ على تراثنا؟ يعني تشوفين انت الحين حتى الاطفال لما بيطلعون يقرقعون لازم بسياره تفتر فيهم. يعني العام وصلت الامور للموزين. الفلبينيات يلعبون اكثر منهم. يعني العماله المنزليه نقول احنا يلا علشان يديرون بالهم. بس الفكره الاساسيه راحت. يعني الحين يحطون اليهال بسياره ويفترون فيهم بالفريج. زين وين الهدف الاساسي؟ ما اجتمعوا الاطفال. جونا مو يعني حر قاعد امشيهم بهالليل وبهالحر هذا. يعني هو الطفل يطلع له ساعه ولا ساعتين. يطلع علينا ليش تمشيهم؟ خليه يستانس فيها. بالعكس انا عندي الطفل انه يستانس فيها واحنا نعم. الحمد لله بديره امان. نعم صح. يعني ما عندنا هذاك الشيء اللي احنا نخاف منه، اللي اقول لا والله عيالي اخاف انه يطلعون، اخاف انه لا سمح الله يصير لهم شيء. استل احنا في مكان امن. فانا المقصد الاساسي ان انا حافظ على التراث. يعني القرقيعان حلو هو مره بالسنه. نعم. وبعدين هي عاده اجتماعيه اسلاميه ترى موجوده عند اكثر الدول. قبل ما نختم في شيء وايد مهم الحين نبي اتيكيت العيديه. العيديه شلون؟ مو العيد، العيديه. العيديه احنا الحين رحنا العيد خلصنا رمضان. شوف اتيكيت العيديه هو المفروض ان الابو او الام يعلمون عيالهم ان انتم لما تروحون تعايدون وهذه الفكره لازم تكون راسخه عند الطفل، ان لا توقف تنطر ان يطلع ويعطيك العيديه. انت روح قول عطني. لا المفروض ان الطفل يعرف انه هو رايح يعيد، ان هذه من العادات الاسلاميه وهذا واجب عليه. نعم. انه نعم. هو يروح يعيد. وايضا المفروض ان اعلم الطفل إن لما انت تاخذ العيديه تشكر أيه. الشخص اللي اعطاك. في اطفال تشوفون يمكن على سجيتهم والاهل يضحكون انه بس انت معطيني مثلا بس دينار، انا اعطاني اكثر فلان. فالمفروض ان هني كام وابو المفروض ان انا انبه على الطفل. نعم. ان هذا التصرف غلط. يعني هي عيديه، هي مثل الهديه لك، المفروض ان انت تقبلها هي مو بقيمتها كثر ما هي بفرحتها. نعلمهم الشيء هذا. طبعا. اي نعم. صح. طبعا. كل الشكر لك استاذه وفاء الشطي على هذا اللقاء، وان شاء الله تعودينا دائما بالصحه والعافيه. يا رب. وتروح تقرقع في مدريد. نستقبلك باذن الله في خلال شهر رمضان وخلينا نعرف الجديد. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. تسلمي. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل وبعدها ايضا عندنا حوار نسائي شيق جدا.